بخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كلشي بخير. شكون اللي توحشني شكون ما توحشنيش؟ نهار جديد وفلوق جديد. تشوفوا البنات يلاه صنفطرات صباح اليوم الاحد. اليوم قررنا نخرج للدراري شويه وبغيت نمشي للرباط. تصوروا البنات الرباط واقيلا مشيت لها مره واحده في حياتي من كنت صغيره، يعني ما تنعرف عليها والو، ما تنعرفهاش نهائيا. وعاد خلاص ولادي ما عمرهم ما شافوها، حشومة حتى التعاويذ ياكو. والرباط زعما راه جارتنا راه حدانا. المهم اليوم قررنا ان شاء الله غادي نديوهم بدات ندوز لذاك لوزو ديال تمارا اللي هو في البديه، ندخل الدراري يشوفوه وابخي البنات عاد كيطيح التليفون. عاد ان شاء الله ندخلوا للرباط. دابا ديال 12 فايته وقيلا كاع، حنا راه تنفطروا ديجا ما فاقوش بكري. علاش تفطروا؟ ديجا ما فاقوش بكري وصافي. هادشي ما كان البنات، دابا غادي نفطروا ان شاء الله ونشدوا الطريق. اليوم غدوزوا معايا النهار ان شاء الله يعجبكم. اتطالوا شنو نديروا؟ مازوت خاصنا، المازوت باش نتحركوا. شو الدراري اش دايرين؟ الله اش ديروا نتوما؟ انا ولادي تيتعلموا لا لونغ في التليفون. كي لونغ؟ اسمعي لونغ انا اسبانيا، يعني تعلم الاسبانيونيه غير في التليفون، واسماعيل تيتعلم لونغلي شويه في اسماعيل تيقراها في نورمالمون في ليكول، ولكن ما شادش فيها مزيان. مي في التليفون بان ليا بحال بدا تيشد فيها، تتعطيهم دي كيستيون اسئله وتيبقاو يجاوبوا. طاحيه التليفون وتيبقاو يجاوبوا او ميم طون. المهم البنات يلاه سالينا الفطور، دزنا دابا نديرو شويه ديال البازوت وعاد نشدو الطريق. واحد الحراره يا البنات، واحد الحراره جنوغ 30 درجه. ولكن الطوموبيله شحال عندك في التليفون؟ انا وايش انتي بان 25. ولكن في الطوموبيله يمكن كانت واقفه في الشمس، ولكن 30 عندنا في الطوموبيل. غابة عندهم 24 وقريبة غتولي 25. المهم انا جمعت شعري اليوم البنات، حسيت بالحرارة. انا النهار اللي فيه طلقت فيه شعري صعري. إينا صرا من البارح ويا شي كلمات ما نعاودش ليكم. صعري دابا قالت صعري، البارح قالت لي شاكي هي ساكي. المهم من البارح ويا فما مزاقل. يلا البنات انتم معانا. وصلنا البنات، هذا شويه الدنيا مبرده، ما الطوموبيله فيها الصهد. كي شفتوا معايا في الدخله البنات دايره لونطري ب 15 درهم 15 درهم ديال الباركينغ، باش هكا تحط الطوموبيله ديالك وعاد غتمشى وتخرو نشوفوا الحيوانات. ولكن البنات راه النقا عرفتي ملي دخلنا المدينه ديال تمارا، والله تعرفتي الارض نقيه، الدنيا نقيه، كلشي تيبان ليا نقي فريمون، كاينه لا بروبروتي. ناس دخت بهاد المناظر. شنو نقى الدراري؟ الدنيا نقيه. فين كازا تشوفي الرباط؟ تمارا هذه، تمارا مش الرباط. شوفوا واحد السبع ديال
الفرنج واحد السبعة قدو قداش هذا سبع غير اصطناعي مازال ما وصلناش للحقيقي ما عرفتش كاين السبع هنا ولا لا كاين كلشي كاين كلشي المهم هذا غير اصطناعي قلنا البنات دابا جينا باش نخلصو عمر الدنيا نتسناو المهم البنات بالنسبه للونطري راه دايرين اون فامي بحال دابا انا هكا انا وهشام ومعنا جوج وليدات صغار دايرينها ب 260 ما بغيتوش تشوفوا الزواحف تيخليوها ب 200 درهم 200 درهم يعني عائله 200 درهم الا كانوا معاك كتبوا لي تشوفي الزواحف 260 دونك هذا اول حيوان غنشوفوه عمري ما سمعت هاد السميه البنات موفلون امونشيت الاروي دابا حنا البنات وصلنا للغابة الاستوائية امازون الشجر هنا البنات في داير ديال بحال القصب هما اللي كياكلوا لي باندا اه هذا اللي كياكل تيسمو البامبو مو كاين وين شنو كاين هنايا انا كاين الضليله اه بحال القرا ديال الكوفي تجلسوا هنايا واش تجلسوا شو دايرين الاسماء ديالهم الناس اللي تيجيو هنا واحد تكتب السميه ايمن محسن كيعيش دواء انا تيحمقوني هاد القطوطه اللي بحال هكا قطوطه واعرين شوف هذا هو البنغال شوف البنغال سيرفال هذا نجيبو مع بيرلا وصنيعو ها ياكلهم هذا شي كبر هذا زوين صبر شو صبر ما تقربش لينا زعما خويا نشوفك على القرب هنا كاع الانواع ديال الفراخ شوف هذا البيض هذا
الريضه اللي حسن منهم كاملين سبحان الله زوين ما يطيروش شو عوا الفوق تطلع عليهم بنايه صافني عوا تتنمر عليهم شو واحد هربان هربان معلق جميع يبانوا لكم ولكن مرة صغيرين كحلين كناغ وش واحد كناغ جاي عندنا وشو بس كناغ كده لابس صافا ندور معاه كده هي شوف هذا تحت ماما او واحد هيها اي مش حال نص افي ودر البطه تكي او ما في مكان فين هي يا اخي الناس هم هي لاعبين لعبه اسمعي شو هذا البيضين قداش احتري فمهم فمهم البجع الابيض البجع الابيض البغل هذا شو يتسارب ماما ماما ضربت لك عجبني هو هذاك هنا النسر عاطي النسر قداش عاطي هز دري صغير ويربي ميمون ميمون إلي مالي الدار واحد في ديك الدار اوبلا هذوك راه كيقراو في نفس المدرسه وكاريين بيت شوفي لاكوك اه ماما في الحقيقه كيبانو مزيانين الاخر كيعوم هادشي البنات خاصكم تكونوا رياضيين باش تجيو هنايا والله تعيت هذا الكاسكيطه ديال راجلي حيت كما قلت لكم راه ضروري خاصكم الكاسكيطه نبقى والو قومي قومي ولا غادي تموتوا في الصهد وانا عييت الاسد الابيض عييت ولا تعيت حنا يا الاسد حتى دابا حنا هنايا من ساعه ولا ساعه وربع نشوفوا لو تيك اللي فيك عند بابا كبير هادشي بزاف اوكي الحمد لله قربنا نكملوا الدور حيت ما بغاوش يتزاكلو قال لكم راه حسن نكملوا كلشي ها حنا وصلنا للمول شموشة البنات تتحرق 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 والحرارة نقولوا بسم الله وفينا جيتي واحد البنات صافي دابا قال لي راه الربعه هادي باش من الصوره الربعه سلو نتغداو باش من الصوره
rapport à Yomel. Elle a des 15 cases. Elle a des 15 cases. انا جاني مظلام ولكن زويون ديال حنا ديك الموديل الجديد هذاك اللي خايب جيوكس شحال جيوكس اول حاجه غنبداو نتغداو عندهم هما يا البلاصه ديال الماكله لتحت عكسنا حنايا في كازا ناكلو صراحه حتى ما كاينش ماكدو في هذا المول بلينا غير دومينوس هو اللي تنعرفو شي حاجه ديال داك الازياتيك شي حاجه ايطاليان ما يعني ما عمرنا ما شفنا هاد لي ريسبو هادو دونك قررنا اننا ناكلو دومينوس كاملين بيتزا ويا اللي عارفين مازال شنو خدوم شي حاجه ما عارفينهاش ديجا ايناس ما كانتش فاهمه التورته اصلا ما عجبها والو دونك غادي ناخذو دومينوس شي حاجه لي فاميليال وناكلوها كاملين عاد ندورو شويه نشوفو شنو كاين في لي بوتيك دابا حنا فين دابا حنا في لاكار ديال اكدال قلت لي شباب نحطوا الطوموبيله هنايا ونرجعوا في التران لا البنات كاين واحد هنا واحد المحل تيصاوب لي بانكيك تيصاوب لي كريب كنت ديما تيطلع ليا في الانستغرام و تنقول له تما نمشي للرباط ضروري ندوق من عنده داكشي تيبان لي عندهم داكشي زوين المهم في لي فوتو حنا مازال ما جربناش راه دابا جينا نجربو المهم هو المحل الا بان لكم هنايا ماشي هو هذا راه هو هذا هذا ماشي المحل هذا راجلي المهم دابا حنا جينا نجربو راه ايناس مشات تكوموندي نشوفو داكشي ديالو كيفاش داير المهم غنشارك معاكم كان لذيذ عجبني راه نقول لكم لذيذ وكان لذيذ نقول لكم راه ما خدامش مشينا قبيله للرباط سنتر الرباط سنتر هو اللي مشينا ليه الثاني زوين الثاني زوين من الاول الثاني حسن من الاول الثاني عامر شويه فيه الناس فيه الرواج لي بوتيك حالين بزاف الاول اللي مشينا ليه لا اكثريت لي بوتيك ساتين المهم تغدينا فيه هو هادشي مكان البنات دابا غادي ندوقو هاد الكريب كيفاش داير عندهم حتى لي كوكيز على الاشكال والانواع و ونرد عليكم الخبار واش عجبني ولا لا تيفون البنات هو البلا اللي خدينا وي فاريي فيه دي كريب فاريي ندوقو ونرد عليكم الخبار مع واحد لو جو ديال البنان بالليمون وقارب الرعب هذاك بيستاش البيستاشيو ماتشا المهم نجربوها البنات انا ضربت بعدا واحد لو مقصو من هذا الاول هذا البيستاش بخير زوين لا زوين وهذا عشان بعدا ديالي بعدا هنايا هادي سيبون واعر واعر البنات هادي غتكون كيندر بوان باش نكون معاكم صريحة واعر شفتو هذا 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 إينا هذه واعرة يستحق التجربة ماما على حساب إيه ناس دارت لكم غا ما وريتكم الكريبة اللي خدات معايا تيجربوها تنصحكم اسماعيل تجربوها تيوان
كي جاك اسماعيل؟ واه فين كنت دابا؟ فين كنت دابا؟ ما عارفش متى دابا. لاكار لاكار اكدال لاكار اكدال احسن واحد يصاوب الكريب. سمعت يضرب واحد الكريب قد راسه كوفريرو. الصحة والراحة. هذا الصحة ماما ميا.